رجعنا من جديد. بصوا بقى الفريك شرب ميته والكبد والأرانس كمان لسه طبعا قدامهم شوية على ما يكملوا سواهم. أنا هعمل إيه؟ آدي الفريك هاخده، وآدي الكبد والأرانس فاضل فيهم شوية صوص بسيط، مش مشكلة هحطهم على الفريك. وهقلبهم بالراحة مع بعض اهو، وزي ما قلتلك على قد كمية الكبد اللي عندك تشتغلي، وممكن تعمليه بالطريقة دي باللحمة المفرومة المعصجة. هاجي بقى اروح حاطه الفريك و حاضر اهو كده، بصوا اهو و بحطهم كده وبغطيه بفويل وورق زبده وادخله يكمل سواه في الفرن. اوكي بيكمل سواه في الفرن بس لازم يتغطى، لو انت عندك غطا للطاجن اوكي، ما عندكيش هنغطيه ورق زبده وفويل اهو. هنيجي بقى بالفويل اروح مغطياه. ليه بعمل كده؟ علشان الفويل ما يلمس الاكل، عشان احنا قلنا قبل كده الفويل للاسف بيتفاعل بالحراره فبينزل في الاكل وبيعمل امراض احنا في غنى عنها. هاجي ادخله الفرن في الرف الوسط. بسم الله اهو، وبسيبه حوالي نص ساعه لغايه لما يستوي. عايزه تخلي وشه مقرمش هتشغلي له الشوايه شويه. هنيجي بقى نعمل وصفه تانيه وهي كومبوت الخوخ. الخوخ الايام دي في السوق ساعات بيبقى حلو مسكر وساعات بيبقى مش حلو خالص، فلو جالك خوخ مش حلو ممكن تعمليه كومبوت وتستعمليه بقى في كيك في جيلي زي ما انت عايزه، او بيتاكل بالليل كده من غير اي حاجه. كومبوت الخوخ هستعمل كيلو خوخ، نص كيلو سكر، كوبايتين ميه، عصير نص ليمونه، ومعلقه عسل جلوكوز كبيره. هاجي اعمل ايه؟ بسيط جدا وسهل جدا. هاجي بسكينه هشق الخوخ من الجنب كده دايره. هنعمل واحده تانية، بص اهو كده كده اهي خلاص. طبعا باخد فيها اللي هي الفلقه اللي بين الخوخ دي اهي دي واكمل عليها. ونفس الكلام في اخر واحده. هعمل ايه؟ هعمل هغلي الخوخ ده 3 4 دقايق، وفي حله تانية على النار هحط الميه بتاعتي عشان اعمل السيرب. بصوا بقى هجيب الخوخ اللي انا شقيته ده واحطه في الميه السخنه. بسم الله. الميه لازم تبقى مغطياه، دي مش الميه السخنه اللي مقدارها في المقادير بتاعتنا، لا دي ميه علشان اغلي بيها. احاول ان الخوخ يعني ما يبقاش طري، دي طريه دي مش هتطلع حلوه ما حطيتهاش. الخوخ يبقى جامد علشان يطلع شكله كويس لما خصوصا لما اجي اقشره. خلاص ادي هحطه وهغليه 4 5 دقايق. هنشيل ده وهاجي الميه بتاعتي كوبايتين ميه، انا غليهم الاول عشان الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم اهم.
وهحط عليهم السكر وعصير الليمون وعسل الجلوكوز واقلبهم. احنا عايزين العسل يا احمد لو سمحت، معلقه كبيره مليانه من عسل الجلوكوز وبقلبهم. وما تقوليش الليمون مش هيخلي السكر يدوب، اهو السكر بيدوب، الميه مادام سخنه السكر هيدوب حتى لو في ليمون فيها، الكلام ده لو الميه مش سخنه. ادي هنا اهو الخوخ بيتسلق، وهنا اهو ايوه ادي الجلوكوز بيبقى جامد، خصوصا لما في تكييف بيتجمد فعلا، احنا هنا التكييف عندنا ساقع. بصوا اهو، خليني اعلي النار. يتحط فيها ايه؟ ممكن يتحط في الميكرويف طبعا عشان يسيح، بس احنا عشان نخلص اي الميه سخنت. شايفين السكر داب والعسل هيدوب. انا بقى مده سلق الخوخ ده هخلي السيرب بتاعي يتركز اختصارا للوقت، وبعدين هتقولوا لي ليه ما سلقتش الخوخ في السيرب؟ اقول لكم ليه، لان انا بقى عايزه اقشر الخوخ كمان، مش عايزه اقشره بالسكينه. فلو انا حطيته في السيرب واتسلق وجيت شلته عشان اقشره، الدنيا هتلزق والزق المطبخ ولا يعني. فالانضف ان انا اسلقه في ميه بعد كده اقشره واسقطه في السيرب يغلي فيه 5 6 دقايق كمان، هتبقى الدنيا اسهل كتير وانضف بصراحه. اوكي،